هنا سعر آيفون 14 برو ماكس في السعودية. متى ينزل آيفون 14؟ تعرف على مواصفات آيفون. سعر آيفون 14 برو ماكس في السعودية يشغل تفكير شريحة كبيرة من عشاق جوال آيفون، حيث تستعد شركة أبل العملاقة في طرح هاتف آيفون 14 برو ماكس في السعودية ومختلف الدول. ومع اقتراب إطلاق الجهاز في الأسواق، يزداد البحث بشكل كبير عن مواصفات وأسعار آيفون 14 برو ماكس. لذلك سوف نتناول في هذا المقال سعر آيفون 14 برو ماكس ومتى ينزل آيفون 14 برو ماكس. فقد بدأت التسريبات تنتشر عن موعد إطلاق أبل للجهاز، وتستعد أبل في طرح 4 هواتف بمواصفات وأسعار مختلفة. لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز لنلقي الضوء على آخر أخبار آيفون 14 برو ماكس وتوقعات المهتمين عن أسعار ومواصفات الجهاز. سعر آيفون 14 برو ماكس في السعودية. سعر آيفون 14 برو ماكس في الإمارات والعراق والسعودية ومصر محل بحث مكثف الآن مع اقتراب موعد إتاحة هاتف آيفون في الأسواق. تتميز إصدارات آيفون بالشكل المتميز والأداء القوي وشاشة فائقة الدقة مع معالج قوي يأخذك إلى عالم من المتعة والانسيابية في الأداء. وتعتبر شركة أبل الأمريكية من أقوى الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، وينتظر منتجاتها الكثير من المواطنين حول العالم. سعر آيفون 14 برو ماكس في الإمارات. يزداد البحث بصورة كبيرة عن مواصفات وأسعار آيفون 14 برو ماكس في العراق والإمارات وفي السعودية، ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف في السوق بسعر 1099 دولار لهاتف آيفون برو ماكس، مما يعني أن سعر آيفون برو ماكس في السعودية سوف يبدأ بسعر ما يقارب 5000 ريال سعودي. ويختلف السعر باختلاف الإصدار، حيث أنه سوف يتم إصدار 3 هواتف ذكية بمواصفات مختلفة، ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف في مصر يتخطى 24000. أما بالنسبة لسعر آيفون 14 برو ماكس في الإمارات، فمتوقع له أن يبدأ بسعر 4700 درهم إماراتي. مواصفات آيفون 14 برو ماكس. تمتاز هواتف آيفون بقوة الأداء وكعادة إصدارات آيفون السابقة، والتي تتميز بالعديد من المميزات نذكر منها ما يلي. يتميز هاتف آيفون 14 برو ماكس بمعالج ISO قوي، مما يجعله بالمقارنة بالهواتف الأخرى الأكثر سرعة والأقوى أداء. من المتوقع أن تمتلك هواتف آيفون 14 كاميرا أكثر تطورا من الإصدارات الحالية. بحسب التسريبات سوف يتوفر مقاسان من الشاشات، حيث تأتي شاشة آيفون 14 وآيفون 14 برو بمقاس 6.1 بوصة، ومن المتوقع أن تأتي شاشة هاتف آيفون 14 ماكس وآيفون 14 برو ماكس بمقاس 6.7 بوصة. من المتوقع أن تأتي الكاميرا الخلفية بمستشعر قوي بدقة 48 ميجا بكسل، وقد يتم إضافة كاميرات تدعم التكبير البصري لعشرة مرات. بخصوص البطارية، من المتوقع أن تكون أفضل من الإصدارات السابقة. متى ينزل جوال آيفون برو ماكس؟ لم يتم تحديد موعد معين لنزول الهاتف، ولم تقم شركة أبل الأمريكية بالإعلان عن موعد طرح الجهاز في السوق، لكن جميع التسريبات تشير إلى قرب طرح الجهاز وبالتحديد في شهر سبتمبر المقبل. اقتراب موعد إطلاق الهاتف المنتظر. فمن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة. وجاء الهاتف بتصميم جميل ومتميز، ويدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس، ويأتي بذاكرة داخلية كبيرة، ويدعم خاصية مقاومة الماء والغبار، والجسم مصنوع من الزجاج من الخلف بالإضافة إلى طواقم الفريم من الألمنيوم. وزن الجهاز 226 والسمك 7.4 مليمتر. ويأتي الجهاز بنظام تشغيل iOS 16 ومقاس الشاشة 6.6 إنش. الأسعار الرسمية لهاتف آيفون 14 برو ماكس. أعلنت شركة أبل الأمريكية العالمية اليوم سعر آيفون 14 برو ماكس بالدولار، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان فيه عن سعر الهاتف. وجاء سعر الهاتف كالآتي: آيفون 14 799 دولار، آيفون 14 بلس 899 دولار،
ايفون 14 برو 999 دولار، ايفون 14 برو ماكس 1099 دولار. من المقرر أن يبدأ الحجز لهواتف آيفون بداية من 9 سبتمبر عبر الموقع الإلكتروني، ومن المتوقع أن يصل هاتف آيفون 14 في 16 سبتمبر، بينما آيفون 14 بلس في 7 أكتوبر. أما هاتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس في 16 من الشهر الجاري. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.